مساء الخير كل اللي عم بيتابعوني على اليوتيوب تبعي. بدي أقلكن انه عم بحضر حلقة لرأس السنة، محتمل كبير جدا انها تكون على القناة الجديد ان شاء الله. شاملة حلقة رأس السنة، كل التوقعات حتكون ان كان المغرب او الجزائر، تونس، السودان، مصر، سوريا، العراق، ليبيا ودول الخليج عامة، وأمريكا، كندا، أستراليا، حتى السويد، لأنه بعرف أنه وين في أفريقيا، لأنه بعرف أنه هالدول كلها كمان فيها لبنانية وبهمهم يسمعوا عن المكان اللي هن قاعدين فيه. فبوعدكم بحلقة تكون شاملة إن شاء الله جميع الدول، حتى بدنا نحكي عن وضع تركيا، عن وضع فرنسا، عن وضع كل دول أوروبا إجمالا. فعم بحضر لهي الحلقة وإن شاء الله تكون كل التوقعات إيجابية مش سلبية مثل ما كانت 2020. إن شاء الله بتكون هيدي السنة وما يجي مثلها، يا رب احنا بندعي انه ما تجي مثل هالسنة. في عندي بس يمكن شي توقعين او كم توقع رح اقولهم قبل راس السنة، هي عن المملكة. اول شي المملكة العربية السعودية، منشوف تحت رعاية المملكة العربية السعودية سنشهد استقرار امني، هو بالعراق، اليمن، ليبيا، استعدادا للدخول في مرحلة السلام القادم بإذن الله. وأنا كنت حكيت بأحد حلقاتي أنه شايفة الحدود العراقية، الحدود السعودية بتفتح مع الحدود العراق بعد 30 سنة. هذا التوقع إن شاء الله رح نزلكم إياه بالتاريخ اللي أنا بتاريخ يشهد التوقع اللي توقعته، لحتى يكون في حقيقة ويكون في مصداقية. فهيدي بالنسبة للمملكة العربية السعودية. لبنان، منشوف المبادرة الفرنسية ستنجح بلبنان، وهي الورقة الأقوى حتكون إن شاء الله. بنرجع منشوف الأنظار والإعلام على مطار رفيق الحريري الدولي لحدث مهم، تطور تكنولوجي واقتصادي في الإمارات مما يجعل دولة الإمارات محط أنظار عالميا. بنشوف الكويت، إعفاءات لعدد محدد من المساجين في دولة الكويت بأمر من أمير الكويت. إن شاء الله بتكون يا رب قبل رمضان. قطر، بنشوف اجتماع عربي موسع برعاية دولية يجمع أمير قطر بولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، والشعب القطري يرحب في هذا اللقاء. هيدي كانت توقعاتي لدولة الإمارات والسعودية وقطر ودولة الكويت وللبنان، وإن شاء الله يا رب بقلكن إنه كل التوقعات اللي حتكون إن شاء الله بتمنى على رأس السنة تكون كلها إيجابية، وتكون سنة 2021 أجمل وأحلى بإذن الله. بودعكم هلا لرأس السنة. شكرا وبحبكم كتير. باي.